تحت ارتفاع درجات الحرارة يفترش الأرض متظاهري ذوي الشهداء من أمام وزارة النفط مطالبين بنقلهم إلى الوزارة بعد استحصال كافة الموافقات القانونية، لكن وزير النفط يرفض الموافقة بعد 3 سنوات من المناشدات دون أي استجابة. احنا ذوي الشهداء غوجنا معاملات نقل من 2018 لليوم تسويف المعاملات. شنو السبب؟ احنا عندنا قانون عدالة انتقالية بالموازنة 21، وعندنا قانون مؤسسة الشهداء، مقاس الشهداء، مقاس الوزراء العفو، انه نقل ذوي الشهداء بالدرجة والتخصيص المالي. يعني انا جاية بدرجتي وتخصيصي، النفط شنو خسارتها من تقبل موظف جاي بدرجة والتخصيص؟ انت تجاوبني. يعني ماكو اي تخصيص اضافي عدا الارباح اللي راح الشركه تزودنا بها، صح ولا غلط؟ نحن لفيف من ذوي الشهداء قدمنا على نقل من مختلف الوزارات الى وزاره النفط من سنه 2018 وهسه سنه 2021 وماكو اي استجابه من الوزاره، لا طلع مسؤول، لا قال شو تريدون، شنو مطالبكم، وكذلك البدل النقدي. ونحن مو بس ذوي الشهداء، عندنا سجناء سياسيين وشهداء حشد وما نطالب اكثر من حقوقنا، وهي شو اسمه فقره انقرت بالموازنه، لك حق تنقل مره واحده من وزاره الى وزاره، والحاد لحد هذا اليوم ماكو اي استجابه من وزاره النفط. اكد المتظاهرين مواصله التظاهر لحين تلبيه حقوقهم الكامله، مطالبين بتطبيق بنود قانون العداله الانتقاليه الذي اقر من قبل البرلمان، كما طالب وزير النفط بالوقوف مع هذه الشريحه والموافقه على نقلهم. طالب وزير النفط بتطبيق قانون ذوي الشهداء، قانون ذوي الشهداء كفل الدستور، قانون العدالة الانتقالية، هو انه قانون مؤسسة الشهداء تقول انه يحق للموظف الانتقال الى غير وزارة لمرة واحدة، فليش هالمماطلة هاي؟ يعني تسويف ومماطلة ليش؟ يعني خلل بالقانون، خلل بالتنفيذ، خلل مالي. زين اكو عندهم يعني اكو وزير مالية، اكو مثلا سلطة تشريعية، ممكن انه يعني يتباحثون بهالموضوع هذا. يواصل العشرات من عوائل الشهداء التظاهر من امام وزارة النفط للمطالبة بتطبيق بنود قانون العدالة الانتقالية الذي طبق على بعض الفئات ولم يطبق على فئات اخرى. شيبان سامي، قناة دبليو تي في وطننا، بغداد.